رجعنا مرة تانية مع حضراتكم وناخد معاكم مجموعة من الأخبار المهمة جدا واللي بتلفت نظرنا وبنحب نشاركها مع حضراتكم. خلونا نبدأ بخبر عن الفلك اللي فيه قطاع مهم وكبير جدا من الناس أصبح بيهتم فيه في الفترات أو في السنوات الماضية. علماء الفلك اكتشفوا أنه صخرة الفضاء اللي هي كانت متسمية أصلا إلكترا 130 دي صخرة عرضها حوالي 160 ميل تقريبا، ليها ثلاث أقمار مصاحبة أصغر، وتم تحديد الاكتشاف على أنه أول نظام رباعي بيتم اكتشافه على الإطلاق، دي أول مرة تحصل، وأنه ده حاجة بحسب يعني المصادر حاجة مش مألوفة بالنسبة للكويكبات أنه يكون ليها أجسام أقمار مصاحبة ليها، والمعروف أنه في أكتر من 150 من الكويكبات دي عندها قمر واحد بس على الأقل. ده كان المألوف بالنسبة لعلماء الفلك، لكن الاكتشاف الجديد كان ان هو يتم اكتشاف ثلاثة أقمار لكويكب واحد. الكويكب اللي هو اسمه إلكترا تم اكتشافه لأول مرة في حزام الكويكبات بين كوكب المشترى والمريخ كان عام 1873، لكن لم يتم رصد أول قمر للكويكب إلا بعد 130 سنة. واكتشف الكويكب بأقماره الثلاثة، أو اكتشفه فريق من علماء الفلك بقيادة أنتوني بريديو من المعهد الوطني للبحوث الفلكية في تايلاند. هيكون معنا على الهاتف الدكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية. دكتور جاد صباح الخير، أهلا وسهلا بحضرتك. صباح الخير يا دكتور، أهلا وسهلا، نهار جميل سعيد إن شاء الله. صباح الفل على حضرتك دكتور جاد. هو هل الطبيعي أنه يكون في الكويكبات قمر واحد على الأقل مصاحب ليها ولا ثلاثة؟ هو الطبيعي إيه واللي مش مألوف إيه؟ لا اسمح لي الاول بس كده قبل ما اجاوب على سؤال حضرتك نوضح للمشاهدين يعني ايه حزام الكويكبات اللي موجود. طبعا اتفضل. احنا المنطقه اللي موجوده ما بين المريخ والمشترى دي يقال ان كان احد الكويكبات تم تفجيره او اتدمر في المنطقه دي، وبالتالي الحزام ده بقايا هذا الجسم اللي ما زالت منتشره وموجوده بتدور في المجال مجال انعدام الجاذبية بين المريخ والمشتري، وده اللي مطلق ويطلق عليه حزام الكويكبات. في جزء من الكويكبات دي بيقرب او بيخرج من الحزام دوت، وبالتالي بينتشر في الفضاء اللي ممكن بيجي منه بعض زخات شهب او الجزيئات اللي من حين لاخر بنقول في كويكب او في مذنب او حاجات زي كده. لكن القصه دي تم طبعا التنبؤ بيها من خلال الحسابات الفلكية والخوارزميات ان الجسيمات دي هيبقى هتتجمع جزء منها او هيبقى زي الكويكب اللي اعلن العالم الفلكي ده اكتشافه وليه اقماره. هو لم يثبت بالدليل القاطع ان دي اقمار، لان زي ما قلنا لحضراتكم هي دي جسيمات من بقايا الجسم. يعني هي مش اقمار؟ مش اقمار، ما ثبتش بالدليل انها اقمار حتى الان. ليه؟ لانها ما زالت كلها بقايا أو مش عايزين نقول فتات علشان برضو الاسم ما يكبرش قوي. فتات قد يكون الثلاث أقمار اللي يطلق عليهم أقمار مازالوا مع الجسم الأكبر منهم، ومش كبير قوي، ده حاجة صغيرة برضو، بيدوروا مع بعض لأنهم مازالوا في كتلة واحدة أو في كيان واحد، وبالتالي أطلق عليهم أو شبه أن هم كويكبات بتدور حوالين. لكن يا دكتور جاد، هل في كويكبات عندها ثلاث أقمار ولا ده مش موجود في العالم؟ معظم في يعني الكون الطبيعي يعني إيه؟ الطبيعي إن معظم الكويكبات لهم قمر واحد. الكوكب الوحيد اللي عنده أقمار كثيرة، وده طبعا يعني كلتنا بنستمتع برصد أقماره، هو المشترى، ولديه في روايات 70 قمر، لكن اللي ثابت بالدليل وليهم رؤية وليهم أرصاد 14 قمر وليهم أسمائهم، ودول يعني حتى لما بيكون في رصد والسماء صافيه بيكون شكلهم بديع، وخاصه لما بيبقى في اقتران مثلا ما بين المشترى والقمر او القمر بتاع الارض بيدي لهم يعني بريق ولمعان، لان ده الكوكب الوحيد اللي ثابت ان في اقمار حواليه باستثناء كوكب الارض اللي عندها قمر واحد. نعم. ذلك الارصاد الفلكيه ما اكدتش وجود اقمار حوالين كواكب اخرى. نعم دكتور جاد القاضي رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، جزيل الشكر لحضرتك يا فندم. بيبقى طول الوقت حريصين ان احنا يعني نتكلم في موضوعات ليها علاقة بالفلك، لانه كمان اصله بناء على الظواهر دي والتنبؤات دي بتقدر تعرف برضو حاجات تانية، يعني مرتبطة بعلوم اخرى كثيرة غير علم الفلك كمان. يا همام.